الكرة لعبها هيبرتي أمام صليهم، تقدم وشالها حارس المرمى، وهذا التدخل من حمام حسين شيعان. جول جول! الليث الجريح لا يهدأ ولا يستريح إلا لما يسجل، وسجل من نقطة الجزاء. ليث وجريح أبد ما يستريح، ما يستريح إلا لما يسجل، ويعود مرة أخرى إلى الأضواء، إلى المنافسة من جديد. يريد أن يعدي العشرين. سامي الجابر بعد ما عدينا الخمسة وعشرين دقيقة، هيبرتي فرنانديز ومن ركلة جزاء لعبها في وسط المرمى قوية، معلن أول أهداف المباراة للليث، وهذا أول الغيث، هذا أول الغيث للليث، سجل أول أهداف المباراة، ومدرج الليث الشبابي والذي